السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثامن، معكم الأستاذ أحمد رمضان. هنشرح درس اليوم اللي هو الدرس الرابع من الوحدة العاشرة، وهو بعنوان من جنين في مراحله الأولية إلى طفل وليد. أهداف الدرس: 1. أستطيع أن أصف كيف يصل الغذاء والأكسجين إلى الجنين. 2. أستطيع أن أصف كيف يتطور الجنين حتى الولادة. 3. أستطيع أن أصف ما يحدث عند الولادة. تمهيد: درسنا في الدرس السابق ماذا يحدث للبويضة، وتعلمنا من الدرس 1. الجنين ينغرس في مراحله الأولية في بطانة الرحم. 2. مدة الطفل في رحم الأم 9 أشهر. 3. يكون الطفل محمي بجسم أمه. قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. عندما ينغرس الجنين يكون بنفس حجم البويضة التي تكون منها، ولكن لم ينمو الجنين بعد في هذه المرحلة. يبقى الجنين أول ما بينغرس في بطانة الرحم بيكون بنفس حجم البويضة، ولكن لم ينمو الجنين بعد في هذه المرحلة، ولكنه يتكون من العديد من الخلايا الصغيرة بدلا من خلية واحدة كبيرة. ولكن هذه الخلايا الصغيرة حين انقسمت البويضة المخصبة عدة انقسامات. يبقى هذه الخلايا الصغيرة تكونت متى؟ حين انقسمت البويضة المخصبة عدة انقسامات، زي كما عرفنا أحباب الطلاب في الدرس السابق اللي ماذا يحدث للبويضة، إن البويضة بيحدث لها إخصاب ويحدث لها عدة انقسامات ثم بتنغرس في بطانة الرحم. يحتاج الطفل أو الجنين في هذه المرحلة إلى المزيد من الغذاء للنمو والتطور. طيب، كيف يصل الغذاء للطفل وهو داخل رحم الأم؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق للطفل عضو خاص بيكون بنقل الغذاء للطفل. يبقى هنا ويتطور عضو خاص يسمح له بالحصول على الغذاء والأكسجين من دم الأم، ولكن ما اسم هذا العضو؟ تعالوا مع بعض نشوف العضو اللي هو هيكون ايه؟ المشيمة. طيب، يعني ايه مشيمة؟ هي نظام دعم الحياة للجنين، يعني نظام بيدعم للجنين حياة في تطور النمو، وهي تمكنه من الحصول على ايه؟ الغذاء والأكسجين منين؟ من خلال دم الأم. يبقى الطفل عشان ينمو بيحصل على الغذاء من مين؟ من دم الأم. طيب، مين اللي بينقل هذا الغذاء والأكسجين إلى الجنين؟ المشيمة، عن طريق المشيمة، وعن طريق شيء آخر بيرتبط بيه الطفل. يبقى يرتبط الجنين بالمشيمة عن طريق الحبل السري. أمامنا طفل، صورة لطفل أو صورة لجنين موجود داخل رحم الأم. موجود الجنين داخل الرحم بيرتبط به الحبل السري بالمشيمة، موجودة بطانة الرحم، الكيس الأمنيوني والسائل الأمنيوني. عايزين نعرف يعني ايه الكيس الأمنيوني والسائل الأمنيوني. الكيس الأمنيوني معناه هو كيس يحيط بالجنين ويحتوي على سائل يدعمه ويحميه. هذا السائل اللي موجود أمامكم أحباب الطلاب، اللي موجود حوالين الطفلة، ده بيحمي الطفل من الصدمات. اسم السائل اللي هو السائل الأمنيوني.
مراحل تطور الجنين. الجنين له مراحل لكي يتطور من بويضة مخصبة إلى أن يكون طفل جاهز للولادة. تعالوا هنشوف الأسبوع السادس إيه اللي هيحدث في الأسبوع السادس وشكل الطفل هيكون هكذا أحباب الطلاب. طيب لو لاحظنا في هذا الطفل هنلاحظ أن صغير جدا ولا يمكن وصف أعضائه، ولكن إيه اللي هيكون؟ يكون طوله حوالي 4 مليمتر، وتكون معظم الأعضاء الرئيسية بدأت في النمو، يعني معظم الأعضاء بتنمو في الأسبوع إيه؟ في الأسبوع السادس، ولكن ما نستطيع إيه؟ ملاحظة هذه إيه؟ الأعضاء. طيب بعد كده في الأسبوع الثامن هيكون هكذا شكل الطفلة، ولكن يكون طول الجنين حوالي 13 مليمتر، ويبدأ بالفعل في التحرك. يبقى الطفل في الأسبوع الثامن بيبدأ يتحرك. أما في الأسبوع الحادي عشر وهو الأسبوع الـ11 بيكون هكذا شكل الجنين. لو لاحظنا هنلاحظ إن الجنين بدأت الأرجل واضحة والأيدي واضحة والعين والأنف والأذن والرأس، يبقى هنا بدأ جسم الطفلة بيكون واضح. طيب يكون طوله حوالي 50 مليمتر، وتكون جميع أعضاء الجسم قد تطورت وأصبح الجنين في مراحله الأولية الآن، وتزداد قوة حركاته. يبقى هنا لما يجي لي سؤال ماذا يحدث في الأسبوع الحادي عشر للجنين، بيحدث ليه إيه؟ أول حاجة بيكون طوله 50 ملي، تاني شيء بيكون جميع أعضاء قد تطورت وأصبح في هذه المرحلة جنين، وبتزداد إيه؟ حركاته. طيب من الأسبوع الحادي عشر حتى الولادة إيه اللي هيحدث؟ ينمو الجنين بثبات وتنتهي مرحلة النمو والتطور. يبقى النمو من الأسبوع الحادي عشر حتى الولادة بينمو باستمرار إلى أن يصل إلى اكتمال مرحلة النمو لمعظم الأجنة بعد حوالي كم أسبوع؟ بعد 38 أسبوع أو 39 أسبوع من حدوث الإخصاب، ويصبح الجنين مستعدا الآن للولادة. يبقى كم أسبوع يستمر الطفل داخل رحم الأم؟ 38 أسبوع أو 39 أسبوع. هنا مراحل تطور الجنين. الطفل أو الجنين بيكون صغير جدا أو خلية صغيرة جدا، يبدأ بتنمو 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 إلى أن يصل إلى طفل جاهز للولادة أو مستعد للولادة. مراحل تطور الجنين. عند الولادة بيكون الطفل هكذا، لو لاحظنا هنلاحظ إن الطفل الرأس الأسفل، يبقى هنا الرأس جاهز لأسفل، يبقى هنا في هذه الحالة الطفل جاهز للولادة. طيب قبل الولادة ببضعة أيام، واحد يدور الجنين بحيث يصبح رأسه متجها لإيه؟ لأسفل. يبقى قبل الولادة ببضعة أيام الرأس بتنزل إلى إيه؟ أسفل. اتنين، تنقبض العضلات في جدار الرحم وتجعل فتحة الرحم للأم أوسع بحيث يتمكن الطفل من المرور. ثلاثة، تنقبض العضلات بطريقة مختلفة لتدفع الطفل خارجا من خلال فتحة الرحم ومن خلال المهبل. تعالوا مع بعض هنشوف فيديو كيف يحدث الولادة للطفل. Thank you.
أسئلة كتاب الطالب صفحة 58. السؤال الأول بيقول لي في أي جزء من جسم الأمة يزداد نمو الجنين؟ واحد هيكون فين؟ في رحم الأم. اتنين اشرح كيف يحصل الجنين على الغذاء. عايز يعرف الجنين بيحصل على الغذاء من رحم الأم كيف؟ من دم الأم من خلال ايه؟ المشيمة. يبقى الطفل بيحصل على الغذاء من دم الأم عن طريق مين؟ عن طريق المشيمة. تلاتة، ما الكيس الأمنيوني وما وظيفته؟ الكيس الأمنيوني وظيفته ايه؟ الكيس الأمنيوني هو كيس أو غشاء يحيط بالجنين في مراحل النمو والتطور، وهو ينتج سائل أمنيوني الذي يدعم الجنين ويلطف حركته. أسئلة كتاب الطالب صفحة 59. سؤال رقم 4، ما الفترة التي يستغرقها الجنين في مراحل الأولية، في مراحله الأولية بعد الإخصاب ليصبح جنيناً طوله 50 ملي؟ يبقى عايز يعرف الفترة اللي بيستغرقها الجنين في مراحله الأولية لكي يصبح 50 ملي، هيكون كم؟ عند 11 أسبوع أو في الأسبوع 11. سؤال رقم 5، كم الفترة الزمنية اللازمة بعد الإخصاب كي يولد الجنين؟ يبقى هنا عايز يعرف الجنين بيستمر في رحم الأم كم أسبوع، أو الفترة اللي بيستمر فيها في رحم الأم هيكون كام؟ 38 أو 39 أسبوعا. السؤال السادس، صف كيف تساعد عضلات الرحم في خروج الجنين. كما شاهدنا في الفيديو عرفنا أن عضلات الرحم بتتسع أو بتنقبض. تنقبض العضلات أولا لتوسيع فتحة الرحم، ثم لدفع الطفل خارج الجسم عبر ايه؟ المهبل. كما شاهدنا في الفيديو عرفنا ان او شاهدنا ان عضلة الرحم بتنقبض وتوسيع فتحة الرحم لدفع ايه؟ الجنين خارج الجسم عن طريق المهبل. الواجب هيكون كتاب النشاط صفحة 50، تمرين 4-5، فترات الحمل. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم. أحباب الطلاب، كان معكم الأستاذ أحمد رمضان. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.